شريف مصطفى أنور أحد أبناء دايرة طنطا. يمكن أنت النهاردة عملت عمل خير عظيم جدا، قدرت أنك تصلح بين عيلتين كبار في مدينة طنطا كان بينهم وبين بعض مشاكل وطار. كلمني إزاي قدرت تقنع الناس دي أنها تستجيب وترضخ للقعدة العرفية، والقعدة دي انتهت بإيه؟ الخلاف اللي تم الصلح فيه النهاردة كان خلاف ما بين عائلتين، عائلة ولاد زغلول وعائلة ولاد عمارة. خلاف كان بدأ في شهر رمضان برضو من 4 سنوات تقريبا، وكان عائلة زغلول كانت اتهجرت من بيوتهم، عندهم حوالي 4 بيوت كاملين كانوا اتهجروا من البيت بعد أثناء الحادثة اللي كانت حصلت، وكانت تم فيها قتل أحد الأشخاص من عائلة أولاد عمارة. الحمد لله ربنا كرمنا وإحنا في أيام مفترجة وفي شهر رمضان، في أول أسبوع من شهر رمضان، إن إحنا قدرت إن أنا أجمع كبار العائلة بتاعة أولاد زغلول وكبار عائلة أولاد عمارة، وبدأت أقعد معاهم وخدنا عليهم تعهدات بعدم التعرض من أهلية كل من أحد الأطراف للطرف الآخر. والحمد لله بفضل من عند ربنا بدأت النهاردة الناس تدخل المنطقة تاني، وبدأت النهاردة الناس بدأت تستجيب لطلباتنا. هل واجهت صعوبة في إدارة الجلسة العرفية؟ احنا عرفنا ان في اعداد كبيرة حضرت، عدد كبير من المحكمين طرفين، هل حصل اي تجاوزات اثناء القعدة؟ والله احنا بقالنا تقريبا دلوقتي ده ثالث او رابع شهر عشان نجمع الاطراف، لان الاطراف كانت عائلتين كبار جدا، وعدد العائلات يعني الطرف في طرف منهم اللي هو اولاد عماره عددهم كبير جدا، فعشان تقعد وتجيب كبار العائله عندهم وتقنعهم بان هم هيسيبوا، هم اصلا على فكره هم صعايده فعندهم موضوع الطار، فكان الموضوع بالنسبه لهم صعب ان انت تقعد وتقنعهم وان انت توصل لهم نقطه معينه ان انت عاوز تصلح ما بينهم. ولكن الحمد لله ربنا يعني ده فضل عند ربنا ان ربنا اكرمنا وقدرنا ان احنا نوصل معاهم لحل والصلح، والنهارده الحمد لله الناس كلها كانت يعني في تراضي وكان في قبول النهارده للقعده، والناس كلها الحمد لله طالعه مبسوطه، وانا شايف ان ده يعني الحمد لله يعني ده فضل كبير جدا من عند ربنا.